ربعك وأحبابك تتحدى ويتحداك في بطولة سبورتيار يا غلا ويا حياك بين ربعك وأحبابك تتحدى ويتحداك. خطا اول هنا في المباراه لمصلحه شديد بركز سلطان يلعبها الله يا سلطان تسلطن في الشباك هذا سلطان هذا فقير هجمه بقياده حامد فلا تمر حامد تقدم حامد ناظر نواف نواف بحريني الله 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 بأي قوة أوتيت وبأي تصويبة سعد الآن أمام الحارس هنالك مشعل الشمر مشعل الشمر يا محمد سعد في المرمى جول جول كأن نشاهد لا نريد أن نقسو أكثر ولكن هنا كرة ملعوبة في المرمى جول مرزوق العتيبي كرة الآن هنا ملعوبة في تصويب الله الله حقيقة لا ندري ماذا نقول جول جول هنا لناصر عبد الواحد لكن الخروج من الدوري الثمانية بهذه الكيفية وهنا كرة لربما نعم الهدف السابع كرة جول جول أول شيء الحمد لله على الفوز يعني والله أشكر العيال ما قصروا وإن شاء الله نقول الجاي أفضل بإذن الله والله شوف حنا ما نقول يعني ما نوقف على كذا صح إن اليوم فزنا يعني سبعة نتيجة كبيرة بس الجاي بيكون يعني اصعب من كذا بكثير يعني وان شاء الله يعني باذن الله العيال يعني موجودين وباذن الله يعني نبيضها باذن الله والله صراحه اشكركم على البطوله بطوله يعني قويه صراحه من اقوى البطولات يعني في الشرقيه وان شاء الله يعني باذن الله الجيات افضل باذن الله.